سير المشاركة في المسيرة ان كل مرة الناس تطلع مسيرات سلمية بيتم الاعتداء عليهم من قبل قوات الامن وقوات المجلس العسكري، والناس اللي انتخبتنا دي لو ما نقدرش نطلع قوانين ونعمل قواعد تحميهم على الاقل نبقى في وسطيهم ونلاقي الناس اللي هيلاقوه. طيب. في حق الاضراب وحق الاعتصام وحق التظاهر السلمي، ده حق مكفول بالمواثيق الدوليه وحق مكفول بمقتضى القانون ومقتضى الدستور، وعلينا نحمي اننا نحمي دوله القانون. مجلس الشعب قدامه اختبار صعب، يا يبقى مجلس الشعب الثوره ويطلع قرارات في وسط الثوره في صالح الثوره، يا اما خلينا نفتكر ان من سنه واحده بس كان في مجلس شعبي تاني والناس حلته.